خطيرة وتحضير بالرأس والكرة. الكرة خطيرة، لوكا مودريتش، مودريتش، بنزيما، جول. جوختي تدفع ثمن غالي. سلام يا كريم بنزيما اللي يدخل التاريخ. بنزيما وفي الجول. ليست إصابة بل هي إصابات تعرض لها إيدن هازارد، بينما هنا كريم بنزيما يعود بفريقه، لكن ينقلها عالية الرأسية. جول ما زالت قائمة، البحث عن تسديدة، وهنا العرضية والرأسية، ويا السلام. يلعبها في الجهة اليمنى إلى فينيسيوس، عرضية داخل منطقة الجزاء. كان بخير يرفع كورة الثاني، الهدف الثاني، بنزيما يسجل الثاني. الكرة تبدو في غاية الخطورة لمصلحة الريال، اللعبة والرأسية. جول رودريجو يحاول، هي والهدف الثاني للريال. ليلة بنزيما، اطلاق وصواريخ بنزيما. يتقدم لوكا، يلعب باسكيز، خطيرة العرضية بالرأس، كريم بنزيما الهدف الأول. 1-0 للريال مدريد، 1-0 للمرينجي. لوكاس باسكيز يوزع والهدف الأول، هدف جول 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 للريال. هو صانع الهدف، وهذه خطأ كبير، وهذه كريم بنزيما، هل يصالح الأمور؟ أبدا، صام في ثلاث مباريات، ولكن يأبى أن تكون الرابعة. وكورة كريم جول، كريم جول، كريم جول، كريم جول، الريال في أكبر الموعد، الريال كريم. وكورة هدف التعادل، كريم جول، كريم جول، كريم جول. الريال يا سادة يا كرام يملك في الأوقات الصعبة أقوى الأقدام، هذه الفرقة الملكية اليوم في الدوري. هذا انطلاقة من بنزيما، بنزيما في كرة، في محاولة، كريم رجع كرة، اسكو اسكو، تمرير لمودريتش، بنزيما الثالث، بنزيما سبعة الثالث. هذه الكرة هدف يضيع. كرة ما زالت قائمة، هنا إلى كريم بنزيما، إلى كازيميرو، كريم الله ورب كريم شدوا يا رب الفرنسي. كريم جول، كريم جول، كريم جول، كريم جول، كريم بنزيما، جول 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 جول. فانا الفرنسي اخيرا. اسكو وصلها من هنالك لكريم بنزيما على الجهه اليمنى، يا جد يا راحت بنزيما، عنده الكره الان، يبحث عن الثاني، بنزيما واسكو، دخل بنزيما، بنزيما، اول لا اول لا جول. هلو الريال بنجومه في الشوط الاول وبقلافسه في الشوط الثاني، يمشي بنزيما الحظ الرابع، الثاني رجع بنزيما من ثاني. توني كروس تمريره في العمق، بنزيما، هي الهدف الاول، هي الهدف الاول امامنا هنا، كريم بنزيما وحكم المباراه وانتظار الفار، لكن التمريره هو الانطلاقة. والكرة وينك يا كريم؟ في الاستلام والتسديدة، الله. وقلنا يا جماعة، شوف عفوا، تسديدة، جول ثاني للريال.
في هذه المباراة ولأخطاء كثيرة وممكن يعاقبه بالتالي خطأ من اللاعب طافية جنوبي وكريم بنزيما يرفع رصيده بالأهداف في هذه الأمسية للهدفين. كريم بنزيما التسويل رائع. يمشي حلوة وأحلى والكرة تمشي مارسيلو ومارسيلو عودينو ويشوف بنزيما جول الهدف الأول للريال. هذه موسيقى يا سادة، هذه على أقدام الفلامينكو المحلي نفس الملاحظات المعتادة. هنا خلصها كريم، خلصها يا زيما، خلصها يا بنزيما. كرة خطيرة خطيرة، كرة كريم بنزيما تلقى كريم إلى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة ملعوبة رأسية تأتي بنزيما يسجل، بنزيما يقرص الفارق. الكرة المرفوعة العالية في القائمة الثانية كازيميرو وميليتاو بنزيما وجول.